السعودي اللاعب التونسي بعد انضمامه إلى الدوري السعودي بين الماضي والحاضر مع حيدر الوتار. احتراف اللاعب التونسي في الملاعب السعودية ليس بالظاهرة الجديدة، فبعد المشاركة التونسية الأولى في مونديال الأرجنتين قبل 40 عاما بالتمام والكمال، والتي تعد المشاركة الأفضل من بين 4 مشاركات حتى الآن منذ 4 عقود كما ذكرنا، واللاعب التونسي يحترف في صفوف الأندية السعودية من الهلال والنصر إلى الأهلي والاتحاد وغيرهم، وكبار الأسماء التونسية التي حضرت في الملاعب السعودية من نجيب الإمام وعلي الكعبي إلى طارق دياب وتميم وغيرهم، كل نجم ترك مع ناديه حصة من أثر، واليوم وبعد قرار السماح بالتعاقد مع 7 محترفين لكل ناد كان لنجوم تونس حصة جلية للمتابعين، ومنهم ضيفنا الكريم. 8 لاعبين من تونس حاضرون هذا الموسم في المملكة، نصفهم مهاجم ومنهم طبعا ضيفنا الكريم، وربعهم حارسا مرمى ولا مدافع واحد، لاعب وسط سفيرا تونس في الدوري السعودي، ولو أن الإصابة حرمت محمد لمين بن عمرو لاعب الأهلي. لا يختلف 2 أن الدوري السعودي للمحترفين على الأقل إعلاميا سلط الأضواء على سفراء تونس داخل المستطيل، والهدية عند الاجتهاد والإصابة مع أنديتهم بالتأكيد الدخول في منافسات تمثيل البلاد في مونديال روسيا، حيث المشاركة 4 لتونس بدأت قبل 4 عقود بانتصار على المكسيك، وبعدها نقطة في مونديال فرنسا 98، وأخرى بعدها 4 أعوام في مونديال كوريا واليابان وفي مونديال روسيا. كل الاحتمالات واردة على الأقل معادلة أفضل مشاركة عندما تختتم تونس مسيرتها بلقاء بنما في المجموعة 7 التي تضم أيضا منتخبي بلجيكا وإنجلترا. حيدر الوتار، صدى الملاعب.